نضحك مع بعض الأخوة، نحضر مثلا مسلسل نمكن متابعينه حلقة عن حلقة، ثاني يوم نبكى نتحمس لتيجي الحلقة، نحضره ثاني يوم هيك مثلا ماشي. مين الأبطال فيها يعني؟ يعني إيش شغلين؟ هم بيدافعوا عن وطنهم مثلا، يبكوا هذلك بيهربوا، هذول يعني مثلا بيمنعوهم يهربوا برية البلد، يجيبوا إشي يصادروا إشي على يعني بلد. شرطيين هن؟ مع الشرطة بس هم بيشتغلوا لحال، فكله أكشن وهذا يعني طخ وهذا وطخ وكل أكشن هذا. كمان أنا بحب هيك. إيش طاقات يعني خفيفة، عم نحضر بالنهار بالليل ما بنحضر. تطفي الطاقة خلاص من مرة، طاقة شمسية هي اللي بتضويهم. لما تطفي خلاص بتطفي كل شيء. الواحد بحب إنه يغير وقته، بحب يشوف وبحب يطلع يعني تريح نفسياً. يبقى في شغله شايف كيف الحماس الواحد منه شو يحضر. بسرح في النعجات والمغرب يجي بيشتغل فيه، والصبح بناء المغرب بينام والصبح بكون بسرح. بس يعني انت صغير شغلك هالقد صعب، ليش ما ليش انت مش بالمدرسه؟ واحد يعني مثل نحن الواحد عايش في مصلحته عشان الطرق والهذا، الواحد ما بقدرش لا يصل مدارس ولا شيء. الواحد لما بده يروح على المدرسه يلبس له شغله عامله جلاط والدنيا منخفض وشتا والكتب ينبلين، وش اذا بدك تروح معلم كان لك المعلم ليه هيك مبلين وليه هيك انت جلاطه ولي. سوينا الشارع تمنا نطلع عشان التراكترات والسيارات تفوتن، فأجوا جرفوا من إياها مرتين يعني. مين جرفها؟ اليهود. اليهود الجيش. الاحتلال. الاحتلال. عشان إيش تركنا المدرسة؟ بأي صف تركت؟ لأن خلصت عشر يعني بداية الأول ثانوي وما قريت. إيش حدا بيندمش إنه دشر المدارس؟ لأن المدارس هي علم. كنا لما نكبر نكبر بنعرف شو لك قدام نفكر. لأن الواحد درجات هي بالتفكير وبكبر عقله. فالمدرسة بتعلم كل سنة عن سنة بيزيد تفكيرك وتتعلمه أكثر. وصلنا لتفكير في اللي احنا وصلنا لصف العاشر عشان هيك ما صحناش ان نكمل نتعلم أكثر.